السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الفيديو سنتعرف على طريقة تحويل الصور سواء كانت على صيغة PNG أو JPEG أو JPG إلى ملف PDF. الطريقة جد سهلة من خلال برنامج فورما فاكتوري، والذي يشمل عديد من الميزات، العديد من الأمور التي ستحتاجها في عملك. مباشرة نتوجه إلى ديكومو، ثم نضغط على الاختيار الثالث وهو الذي يقوم بتحويل الصور إلى PDF. ثم بعد ذلك يمكننا الضغط هنا لإضافة الملفات أو الذهاب إلى الملف الذي توجد به الصور. مثلا أنا لدي هنا هذه الصور، أقوم بتحديدها ثم سحبها ووضعها على البرنامج. تلاحظون معي تمت إضافة هذه الصور كلها إلى البرنامج. أضغط على أوكي، ثم بعد ذلك ثم ستارت، انتظر قليلا. تلاحظون معي تم اكتمال الملف وتحويل الصور الى PDF. ثم اضغط على هذه الايقونه لفتح الملف الذي يوجد به PDF. تلاحظون معي هذه الصور التي تم جمعها وتحويلها الى ملف PDF. نفتح هذه الصور، تلاحظون معي تم تحويلها بكل سهولة وفي ثواني معدودة إلى PDF. إذا كنتم استفدتم من هذا الفيديو لا تنسى الاشتراك في القناة ودعوة خير في التعليقات. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.